ازيك يا ام اسلام؟ ازيك يا حبيبه ازيك قلبي، انت يا عامله روحي؟ ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت عامله ايه؟ بخير طمنيني والله، عليك. طول ما انتوا بخير ربنا يبارك لك يا ربنا حبيبتي. يفرح قلبك يا ربنا روحي. يخليكي وحشاني والله يا والله توتة. وانتي وحشاني جدا، ربنا يخليكي، بس طبعا يعني على الفيسبوك لا طبعا، انتي يعني دايما انا منوراني في اي حته ربنا والله. يخليكي يا حبيبتي، ربنا انتي يفرح قلبك، منوره كل مكان والله، يسلم لي قلبك منوره يا روحي. الفيسبوك ومنوره الشاشه. والله منوره ربنا بيكوا يبارك انتوا، لك، ربنا ينور طريقك ربنا يا يخليك حبيبتي، يا روح قلبي. سلم لك طريقك، يا ويا رب رب كده ربنا يسلمكم كلكم من يا كل رب شر يا يا رب رب، اللهم امين، احنا وانتوا يا يا رب رب يا رب يا حبيبتي. يا وتسلم رب. ايدك على الحاجات يسلم لي الجميله دي. عيونك. تسلم. بتحبي العجه؟ اه بحبها، طب حلو، الحمد لله، يعني بحبها تجربيها بقى وتقولي لي ان شاء الله ان يا شاء الله. حبيبتي، يا روح كل قلبي حاجه من ايدك جميله يسلم لي حبيبتي، قلبك ربنا يا يبارك روحي، لك. ربنا ايه يا حبيبتي، يخليك، شكرا ليك يا حبيبتي. نورتيني صباحك زي الفل. شويه ملح، حطيت ايه المكونات اللي نزلت عندكم على الشاشه؟ حطيتها كلها هنا بدون ترتيب اهو. تعالوا ناخد شويه، ادي ايه، رشه بسيطه، وهنحط شويه يعني نقطتين زيت كده، بسيط قوي اهو، بس خلاص كده، معلقه كده، واقلب الحاجات بتاعتي دي كلها مع بعض. بس كده تعالوا نقلبهم بقى، سهله قوي ودي وبسيطه، وبرده للناس اللي ما بتحبش العجه يقدروا ياكلوا في اليوم اللي انت هتعملي فيه العجه، تعملي سلطه البطاطس دي، هيبقى الموضوع لطيف جدا، عشان برده ما نكونش ايه ناسيينهم. في ناس ما بتاكلش العجه، مش بتحبها نهائي، فبالتالي لازم اعمل لهم حاجه يقدروا ان هم كمان ياكلوها من غير ما يبقوا متضررين ان احنا عاملين عجه وهم ما لهمش فيها. كده معلقه نقلب الحاجات الحلوه دي مع بعض، وابقى خلاص. تحطي طماطم بقى، ممكن توم، بس انا صراحه ما رضيتش احط توم، يعني احنا بنحاول نعمل سلطات ترطب، فمش عايزه يبقى فيه حاجه يعني حاميه على القلب. كفايه العجه دي لوحدها كفيله ان هي يعني تتعب لنا معدتنا شويه. بس كده اهي، شوفوا سهله ازاي، ما خدتش وقت خالص، وطعمها تحفه. الاكل الشعبي الحلو بتاعنا ده اللي مهما ناكل منه مش بنزهق. بس خلاص نلم حاجات، عندي اهي جاهزه، عندي بقى شويه تزيين كده بسيط، شكل كده يدينا اهي، سهله جدا وبسيطه. شايفين شكلها حلو ازاي؟ سهله قوي قوي، وما خدتش وقت، ويعني اخر حلاوه.